حركة سرية في جميع سيارات نيسان تقريبا تخليك تفحص بعض الأشياء بالسيارة. وشلون؟ ركز معي خطوتين فقط. طيب ركز معي، لأن الحركة شوية يبغى لها سرعة. حلو، سواء سيارتك تشغيل زر أو تشغيل مفتاح. حلو، تجي تضغط الزر ضغطتين لين يكون على الأن. حلو، مباشرة بعدها تجي للزر هذا اللي بالباب تضغط 10 ضغطات ورا بعض. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. ارجع للزر حق التشغيل طف، بعدين شغل مرة ثانية. سمعت ضربة البوري كذا؟ مات الحين النظام اشتغل. طبعا تبدأ السيارة تفحص أشياء بسيطة زي المساحات، زي ما انتم شايفين تفحص المساحات على جميع السرعات تقريبا. بعدين بعدها تشغل النور السكن مع الكشافات، طبعا تلقائي السيارة من نفسها تولع النور السكن مع الكشافات، بعدين تولع النور الواطي، بعدين تكبس بالعالي. شايفين كيف؟ من نفس السيارة تفحص لك الأشياء هذولي، بعدين ترجع السيارة تعيد من جديد. طبعا إذا بتلغي الحركة طف السيارة بس. أنا طفيت عليه بس علقت المساحات دقيقة خلاص.